بلدنا نحن شوية مساكين مظلومين يا بلدنا ايوة حياتك مظلومين. الله يخلي لك أهلك بدي منك مساعدة. إنه بيجي مرضى كبار بالعمر 199 ما معي حكي من كل مرضى 110 سنين أمي عمري 94 سنة وأنا صدري عم بيجاني بدي مستشفى شو فيك تساعدني؟ خمسة بعد في شي خمسة لبيي كل واحد بده خمسة؟ ايه خمسة وخمسة لإلي أجار الطريق معك خمسة بعد لا بتمزح معي هلا أكيد لا مش عم بمزح معك شو بعد معك؟ بدي بعد معك شي لإلي؟ لإلك؟ ايه ساعتي بدك ساعتي؟ أعطيني إياها أعطيني إياها مانو أبرهن أبرهن أعطيني إياها لا ما إنه حتقشيني كل شي معك أجيني عوينيتها كمان شو هيك شو مالك ريبان؟ بسم الله عليك بتعرفي بالمدارات كلها كمان؟ ايه ريبان شو لك هيك لشو بالبقولي؟ بالبقولي؟ هيك شو بس مش ايش عفيني؟ موديل طالع لا تعرف شو ما عجبو ما عجبو لا شو هاي الشنطة؟ شو فيها شنطة؟ فرجينا شو ما فيها دولارات؟ بشرفك مدام عليك بدي روح مشغول لأنه ايه فيها دولارات؟ ايه فيها دولارات وماشي فيها تياب سبور هدي بركي الوالد بيعمل ايروبيك او شو فرجيني سبور؟ بيسبح ايه تياب بيزبطوا علي عليكي في بوكسرات الوالد ما بيلبس بوكسرات شو بعرف ليش عم بيلبس شي المعطر اه اوكي بيلبس كلسون هيك طويل اه كلسون عسل طيب قدي معك اكثر شيء قدي اكثر شيء فيزا كارد بدك فيزا كارد؟ فيزا كارد اه بس بدك تعطيني الباسورد تبعها بدك الباسورد كمان؟ اكيد كيف بدي اسحب ليك تخبري خبريه عفوا بكلمتي مع احترامي لك نعم. ما 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 يعني بشك انه انت تكوني شحاده عفوا بهالتعبير لانه بتعرفي بدك الباسورد ايه والبراند بتعرفي انه ريبن بدك واحد معك يساعدك اقولك نجيب مساري اكثر انه لا اذا هيك عم تشتغلي انت بدك ادوي لبيك وامك ولا بدك براندز ماركت كمان عندك ما بيمنع انا لو كنت عم بشحن بس بالرجعه وقت تخلص سبور وترجع جيب لي معك شي 200 دولار شي 200 دولار اه بدك واحد يعني يعطيك 100 دولار لبيك و100 دولار لامك لا هون لو توقفي شهر ما حدا يخديها هاي 100 دولار من لامك و100 دولار لبيك ما حدا يخديهم مش بطريقه كمان شي ساندويتش شيش طاووق بدك عند محل معين ولا ايه شو اطيب شي هون بالمنطقه انت بار بسم الله عليك بتعرفي كل شيء لك كمان جيب لي بدربه كمان ساندويتش لامي ساندويتش لبيي امي لبيي ايه مالنار خالتك ومرت خالك بس لبيي كفته بلا بصل لبيي لامي كتر لها الثوم لحتى ما يقرب عليها بيي مشان حتى بي ما يقرب عليا انه بعد بيك في يقرب ليا لا لا شو بعرفني ما بعرف بلكي عن عباله شيء والله شو بعرفني يا خيي 110 سنين عمره اه بلكي عن عباله ما حدا بيعرف شو بده عن عباله ما بعرف يا خيي اللي عمره 30 سنه بهالوضع ما بيعن عباله اولاد طيب لكن انا ناطرتك ما تتاخر علي خليكي ناطرتني اوكي مالنا صرت 3 سندويشات ثلاث سندويشات وشي 200 دولار بضرب